هل الزكاة كمشروع إسلامي يمكن استثماره في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها الدول؟ نعم، تعالج مسألة التضخم المالي الذي ناحيه؟ بالتأكيد. هل يمكن استخدام الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ هي معمولة عشان كده، ربنا عملها عشان كده، عشان انت وانا والتالت والرابع يدوا للفقير، يقوم رايح فاتح كشك، فاتح مصنع صغير، يعمل في رمضان بتاعة كنافة مثلا. اهو عملت له مشروع صغير ولا لا؟ منين؟ من الزكاة. نعم. ربنا هيغنيه بقى ويجيله دخل، هيقوم يبدأ يطلع زكاة هو. هل يجوز إخراج الزكاة أمور عينية بدلا من الأموال والفلوس؟ هناك مصارف للزكاة في بعض الأعيان تخرج عينية. يعني اللي عنده مصنع زكاة ملابس يطلع ملابس؟ لا لا، كده غلط. اللي عنده خضار يطلع خضار؟ النص القرآني والحديث النبوية محددة الأعيان اللي بتخرج فيها الزكاة، الماشية، الحبوب، الثمار، الذهب، ده بيطلع من جنسه، من عينه. نعم. انما زكاة النقدين دي من النقود اللي هي بنحسب قيمتها على اساس 85 جرام ذهب ونطلع 2.5% بعد حوالين الحول. لكن اللي حضرتك بتقوله ان انا واحد عنده ستوك في مصنع، فعنده 2000 فستان، الموضه اختلفت، هيخش في وهتتركن، يقوم يطلعهم من زكاة ماله. لا، صدقه وليست زكاة مال. الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حلقة جديدة في برنامج القضية. أهلا بكم. مرحبا بحضرتك دكتور. الله يكرمك. زي حضرتك، كيف الحال؟ الله يبارك في حضرتك. أنا عايز حضرتك توسع مفهوم الزكاة شوية دكتور. أيوة. حضرتك بتضايق شوية. لا مش مضايق، لا أنا عايز أحافظ على الفقير والمسكين اللي هم أهم مصرفين من مصارف الزكاة. نعم. الفقير والمسكين وذوي القربى. الثلاثة دول عندي هم الأساس، لو أنت طلعت زكاتك في الثلاثة دول وما قدرتش في الباقي أديت ووفيت. لكن لأن في غريمين وفي رقاب لسه وفي موضوع كبير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدقة للقريب سنتان، زكاة وصلة رحم، ده للقريب، فقير وقريب. يبقى أفضل من الـ 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 الأجنبي اللي هديه للفقير. يبقى أقدم القريب الأول وبعده الفقير العادي. خلاص. نعم. إذا قدرت أوصي كل المصارف أهلا وسهلا، هاخد ثواب كبير عند ربنا. افرض ما لقيتش مصرف حيوي، افرض ما لقيتش مصرف الدولة مهتمة به ويعني أو بتساعده عن طريق آخر زي تكافل وكرامة وزي صناديق الخير والحاجات دي. نعم. ومركز على اللي مش لاقي. النهاردة المجتمع في طبقة من المعدمين والفقراء وأنصاف الفقراء اللي هم بيقولوا عليهم الطبقة التي اندثرت وكانت الطبقة المتوسطة، دول كلهم النهاردة داخلين. يعني كان الله يرحمه الشيخ المشهور الشيخ كشك، الله يرحمه، كان على المنبر يقول والله أفتي وحسابي على الله أن الموظف يستحق الزكاة. كانت يعني كلمة وفعلا يستحق، صارت السخرية أيام. رتبوا شوية، لا يكفي يعني. بيكفيهوش. ما هو ده مسكين. هو فرق بين الفقير أو تعريف الفقير إيه والمسكين؟ الله يكرمك، بارك الله فيك. الفقير هو من ليس لديه ما يكفيه أو لديه نذر يسير لا يفي إلا بجزء من احتياجاته. زي واحد عايز 10 جنيه، معاه جنيه أو 2 جنيه أو ما معهوش خالص، ده فقير. طيب المسكين هو دائما المسكين مسطور، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، واخد بالك، ولا يسألون الناس إلحافا، ما بيدوش إيدهم للناس. ده عنده بيحتاج 10، هو ده الموظف بقى. هو الموظف مسكين، عنده 7 ومحتاج 10، فبيجي يوم كلنا مساكين كده، كلنا يوم 15 في الشهر ضاع المرتب. فانا ابحث عن مصادر اخرى، اشغل انا بعد الظهر، اعمل لي كتاب وابيعه في السوق، اقابل حد يعني يشوف لي عمل اضافي، او ده مسكين، واخد بال حضرتك. لا يستطيع ان يغطي احتياجاته، وده كله بيأثر على صحته وعلى امكانياته وقدراته الذهنيه وعلى عمله في الصباح بطريقه جيده، لانه بروح عايز ينام. ما كده كلها يا جماعة دخل في إطار المسكنة. نعم. إذا الفقير أعم من المسكين. مسكين لديه ومكسوف يقول للناس، والناس ما بتعرفوش إلا بصعوبة، لأنه طيب مستور. ده الفقير وماشي. أيوة وماشي، وده المسكين. يقولش للناس أنا عاوز. خلينا نعرف مصارف الزكاة، الرقاب يعني. الرقاب. أيوة الله يكرمك. كان في صدر الإسلام، جاء الإسلام ووجد الرقاب، الذكور والإناث. يعني إيه رقاب؟ الرقيق. الرقيق العبيد يعني. أيوة. العبيد والإماء. ما هو القرآن قال إيه؟ فك رقبة. ليه تمام. ليه يستخدم كلمة الرقبة اللي هي الرقاب؟ الرقبة هي أخطر جزء في جسد الإنسان، مش كده؟ إذا قبضت عليه مات.
صح. فأطلق الله مجازا على الحياة الرقبة. فلما يكون الرقيق عبد جدا كله العبد وما ملكت يداه لسيده سليم. فلما تعتقه فكيت رقبته أحييته. أيوة أحييته. فكان في البداية الرقاب قبل أن يقوم الإسلام بإزالة الرقيق، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم آخر حديث يحرم الرقة تماما، ومن يفعل ذلك بعده فهو آثم ومخالف لشرع الله. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، منهم رجل باع حرا وأكل سمنه، خد واحد حر سيطر عليه وقهره زي ما حصل في أمريكا لما كانوا بيخطفوا الناس من إفريقيا ويحولوهم للعبودية، وقال له أنت عبد. ده مش شرعا لا يجوز، لو عمل مسلم ذلك ارتكب كبيرة. ما في الحروب أسرى بياخدوا الأسرى، ما عادش فيه بقى الوقت اللي اختلفت الدنيا يا دكتور. بعدها القانون الدولي وقوانين الحروب خدت من الشريعة الإسلامية هذا المبدأ. لما الرسول قال القرآن حرم الرقيق؟ لا ما حرموه، ما حرموش. لا لا، لكن هو جفف المنابع. صحيح، جفف المنابع. وبعد ما جفف المنابع يبقى تعالى مصير الأسير في الحرب ايه؟ يبقى رقيق. لا، هو الرسول عمل كده في غزوة بدر؟ لا، ولا قال لهم يا جماعة هاتوا الفدية وعلموا الناس او علموا الناس وفدية القراءة والكتابة فإما من بعد ومع السلام وبقى مبدأ. طب لما جه الإسلام قفل باب ايه اللي حل محله؟ الأسير. الأسير له قواعد، كتاب كامل في الفقه الإسلامي اسمه باب الأسير. أعمله إزاي؟ أكله إزاي؟ أرجعه الأهل إزاي؟ أخد مقابل ولا ما أخدش؟ وده يعني المنزلوش مثلا خدوا القانون الدولي العام المعاصر وترجموا إلى قوانين اللي هي قوانين الأسرى وقوانين الحرب. لا يوجد أسير يظل طول الحياة عند الدولة التي أسرته، مهما طال هناك لازم يفك أسره. ده قانون محدش هيفديه. القانون لا، الدول العالم يكفديه. ده القانون. ايوه القانون الدولي مسمى دولي ليه؟ على مستوى العالم. ومحمد بن الحسن الشيباني وضع كتابا في هذا اللي هو السير الكبير والسير الصغير، كتب فيه كل ما يتعلق باحكام الاسرى والمحاربين. تمام. وكان زمان فيه كمان الست بتتاثر تبقى ملك يمين اللي هي السبيه. واخد بال حضرتك؟ السبي المراه. وده كل ده اتقفل بابه، ولذلك احياءه الان معصيه فيها عوده الى ما صفاه الشرع تماما في هذا الامر. طب انت قادر وقدرت تعمل كده؟ مثلا بعض الدول الغنيه بتروح جايبه ناس من اندونيسيا وناس من بوركينا فاسو، وانتوا عندنا عبيد وتمشوا ورا الحكام وتشيلوا كذا وكذا وكذا. ده يوم القيامه آسن. صورة بقى في الرقاب هذه الأيام هل موجودة؟ يعني الفقراء والمساكين موجودين، صورة الرقاب موجودة؟ يعني أو كيف نستثمرها؟ يعني؟ جميل جميل. إذا كان في أسرة، إذا كان في أسرة وطلب أن يقدم فدية. أموال فدية لهؤلاء الأسرة، ما هي تدخل في هذا. بس الأمور عايزة تطوير في الفكرة بس. يعني ما هوش عبد، لا ده معروف أهله له بلد وكل حاجة. فالدولة قالت يا جماعة عايزين نرجع أسرانا، والدولة المعادية بتقول لنا ادونا نص مليون جنيه. فيتقدم الناس بإخراج أشياء من زكواتهم وتجمع هذا المال ويفدى، ما المانع؟ تمام. إذا ممكن الدولة تستفيد أيضا من الزكاة أيضا في هذا طبعاً في هذا طبعاً. هو ده مصرف برضه فيه نسبة لعند اللي بيقوم بهذا العمل، وزارة الدفاع الدولة أو الخارجية. يبقى الدولة. شفت يا دكتور محمد ان الزكاة هيطلع منها مصارف نافعة للدولة قد ايه؟ قبل ما نفكر في الفقير والمسكين كمان. طب اذا هنالك من يقوم بهذا العمل، اشخاص مثلا يسمح لهم شرعا يقومون بهذا العمل؟ اذا واحد تطوع وقال انا اللي هدفع النص مليون عن كل اسير بنفسي. طيب. واحتسبه من باب الزكاة، نقول له صح زكاته تمام. زكاتك صحيح. زكاته تمام. ايوه مصرف اهو. طب ممكن يعمل مشروع مثلا، يشتري مثلا اراضي، يعمل مصانع يشغل فيها ناس ويعتبرها من فلوس الزكاه. طيب هو يعمل مصنع يشغل فيه ناس. المرحله مثلاً الاولى اللي هو هل يجوز هذا؟ هيجيب فقراء يعملهم عمال في يعني ما يجيبش اي عامل ولا مثلا واحد ساري او مبسوط او بيشتغل مهنتين، اختار الفقراء كعمال ويحتسب الاجور اللي بيديها لهم مقابل العمل ديت فيها حصه من زكاته، لانه زود شويه الاجر شويه. يجوز؟ لا يجوز. طب ولو ما جابش فقراء اصلا، يعني الفقراء مش هيعرفوا طيب يشتغلوا. هنا بقى خرجنا عن موضوع ده الاجر مقابل العمل. قوانين العمل بتقول ان العمل ده له شروط ومواصفات ويتعمل له تامين ويتحافظ عليه وياخد اجازات وكذا، دي قوانين. فمالها ومال الزكاه دي؟ ما هو مشروع عشان يلم اكبر قدر ممكن وينفق على كتير من اليتامى. هو عامله عشان يتربح،
راجل لا عامل. ما هو ربحه هينرد على اليتامى والفقراء والمساكين المصارف الثمانية. حلو جدا، حلو. سلام سلام على الكلام الحلو بورك. ما هو ده داخل في عروض التجارة يا باشا، مصدر من مصادر مش مصارف، موارد الزكاة. من أهم موارد الزكاة مورد يسمى عروض التجارة. إن أنا أعمل مشروع فجبت أرض وبنيت مصنع وجبت آلات من الخارج، لحد كده ما عليكش زكاة. اشتغل المشروع بكام؟ برأس مال 100,000 جنيه وربح كمان 20,000 جنيه، يبقى فات عليهم سنة، دول كام؟ 120,000 جنيه، نصابهم 2.5%. أنا عملت مصنع وقلت إن الربح بتاعه اللي هيجيلي بدل ما طلعه زكاة فقط، لا أنا هطلعه مزايا ومكافئات للعاملين. أنا لا أقصد هذا، أنا هقصد هاخد من حضرتك فلوس زكاتك. نعم. واخد من فلان فلوس زكاته. أوه. وأعمل مصنع بفلوس الزكاة. وربح المصنع أفرقه على الفقراء والمساكين مصارف الزكاة. لا 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 ليه لا لا ليه؟ ما أنا مصنع كويس يا دكتور، هجيبه هيعود بالنفع على الكل. المشاريع ديت مقصود بها أنها ملك لصاحبها ويتحكم في مصادرها، وبالتالي أنا الشرع يتدخل بإجباره على إخراج زكاة من رأس ماله وربحه. مش فاهم يعني كلها. مش فاهم يعني ايه ملكم؟ ما فلوس الزكاه كان عندها مشروع للناس. المشروع يعني. ده الشرع كان رحيم جدا بالانسان. هو لازم اطلع فلوس زكاه فلوس؟ ما انا جاي لك اهو، جاي لك اهو. لازم هجي لك اهو. في بعض الانواع من الاموال لابد ان تخرج نقودا. زكاه النقود نقود، ماشي. حضرتك زكاه عروض التجاره نقود. واخد بالك؟ طب انا جزار هطلع لحمه مثلا. ايه؟ انا جزار هطلع لحمه. لا ما ينفعش. انا بتاع ملابس هطلع قمصان وبناطيل وعبايات. يا صادق، لا تخلط بين ابراء الذمه بالزكاه. أيوة. وبين فتح باب يملأ خزائنك بالثواب في صوره الصدقات. جزار ده بعد بيحه طلع منها 5 كيلو للغلاب زكاه. اقول له دي زكاه؟ امال هو محتسبها زكاه؟ عيد المقصه مع الله، الغيت بند الصدقه خالص. ما انا بضل ما اطلع فلوس هترجمها لحمه واطلع لحمه يا ما. دي حاجه ودي حاجه، دي ناس مستنيه النصاب بتاع زكاه. يعني في داخلين رمضان هطلع كرتونه رمضان زكاه؟ ليست زكاه. ليه يا دكتور؟ ما هي فلوس الزكاه صدقه. انا بقول كده للاقارب المقربين مني. أيوه. عايز تطلع وتشتري بفلوسك. أيوه. واكل وشرب. بس انت اديت للراجل ايه؟ يقول لي الكرتونه. اقول له الكرتونه ديت ليست زكاه النقود. نقود عندك 600,000 جنيه، 2.5% يعني كام؟ حوالي 60,000 ولا 6,000؟ 6,000. طلع 6,000، يبقى الفقير عنده حريه، عايز هدوم، عايز ملابس، عايز اكل، عايز كذا، لديه الحريه. دي الزكاه. لو احنا بقى عملنا مشروع، ماشي انا ده قديما. حد يقرا يا اخي. افتح صدرك ثانيه بس بعد اذنك. انا فاهم كلامك. انا هنلم بقى من رجال الاعمال المقتدرين الفلوس دي كلها، ونعمل مصنع ضخم جدا يطلع ونصدر، والفلوس دي كلها تصرف في مصادر الزكاه. مشروع خيري. ونعمله وقف. ايه رايك حضرتك نعمله وقف؟ حلو المصطلح ده. لما تاخد الوقف. لا الوقف حاجه ثانيه، له سكه ثانيه. والله ما يخشش فيه الزكاه. الوقف هو تجميد مال فيخرج عن ملك صاحبه الى ملك الله، وتصرف ريعه وفق اتفاقيه الواقف، اللي هو شرط الواقف كشرط الشارع. ده يروح لجامعه كذا، ده يروح لمدرسه كذا، ده يروح لفقراء. يعني ما ينفعش، عشان نفهم، ما ينفعش اخد فلوس زكاه اعمل بها وقف، مشروع وقف لله؟ ده فلوس زكاه بقى. انت بتدي للراجل 2.5%، ده يعمل وقف؟ ما هو 2.5 من حضرتك ومن ده ومن ده، هجمع بقى ملايين. اللي انا فهمته من حضرتك ان المزكين أصحاب الأموال بدلا من أن يخرجوا أموالا يعملوا مشروع. حلو بالزبط. والمشروع ده للخير. أيوه. هيعمل زي مثلا في مشاريع في بلادنا بالشكل ده كبير. نعم. الأرمان وبدأ سأقول أسامي ومصر الخير والكلام ده. أسماء. الناس دي كلها بتعمل كده، بس بتقول للناس وهي رايحة لها بالفلوس إيه؟ أيوه. أنت فلوسك صدقة ولا زكاة؟ هم هنقول له زكاة بقى. عاملين إعلانات دلوقتي. ما هي زكاة. لا مش زكاة. أنا ليه بقى يا دكتور؟ مش هو. هو الراجل خد الفلوس، احنا جمعناهم في اتجاه واحد بس، عنده مصنع لانتاج السراير. تمام. وبياخد السراير دي للديار للاسر الفقيره. جميل. مفيش حاجه في اسم مصرف زكاه ولا مورد زكاه اسمه اسلم للناس سراير. ما هو للفقراء الفقير محتاج سرير. جاي لك اهو، جاي لك اهو. عندي بنت فقيره عايزه تتجوز، ناقصها في جهازها ثلاجه. هجوزها. انا اجيب لها ثلاجه مثلا. لا انا هجوزها بفلوس الزكاه. جميل جدا. انا بعمل ايه؟ كنت كويس. هقول لك اهو ازاي تطلعها زكاه. اتفضل. انا عندي طرق جميله جدا لتحويل الصدقه الى زكاه وتبرئ الانسان. الله. واحد. لو انا النهارده رحت واخد البنت ديت ونازل على وسط البلد
يا فلانة أنا معايا ليكي 50,000 جنيه أجهزك بيهم. تمام. أهم في إيدك يا بنت أهو، أهم الشيك أهو اللي أنا هديه للراجل اللي هنشتري منه. آه. قبضته. أصبحت الزكاة كده خرجت. تمام. راحت لفقير. آه. هي بقى تخش المحل تختار وتختار وتختار وتدي للراجل الشيك يروح يصرفه من البنك، دي زكاة. لأن أنا خرجتها كما هتفرق إيه إن أنا أروح أجيب لها تلاجة وغسالة وبوتاجاز وخلاص. عندنا في القانون وفي الشريعة مسألة مهمة جدا. ألا وهي. اسمها الصياغة الصحيحة تؤدي إلى عمل صحيح. يعني هقول لك على حاجة، مش إحنا قبل كده في حلقات قلنا إنه الفرق بين الزواج والسفاح إن ده بعقد وده من غير عقد؟ آه. طيب. أحسنت. أهو أنا لما أجي في الزكاة برضو ألتزم بضوابط الشرع وقوانينها وحدودها. يبقى دي اسمها زكاة اللي بتبرئ الذمة امام الله يوم القيامة ان انا اديت حقه. أوه. طيب وما عداه عايز اوسع على نفسي، انا عندي فلوس كتير. أيوه. او مش عايز يعني ااجل الزكاة شوية واعمل حاجة زي دي، وماله ما تعمل صدقة. طيب. أيوه. المثال التاني اللي كنت عايز اضربه لحضرتك. طب. انا عايز ادي للمرضى في المستشفيات فلوس. نعم. فاجي اروح للمستشفى اقول لهم فين يا جماعة شباك الصدقة اللي في المستشفى؟ مفيش. لا في بعض المستشفيات. آه. يعني بلاش اقول عناوين يعني. بلاش احسن. طيب فبتروح الشباك عايز تتصدق بكام يا فلان؟ ب 100,000 جنيه. وعايز احسبها زكاه. أيوة. حلو. انا بقول له اهو بديع اهو. جميل. هو هياخد الفلوس ديت يعدي على المرضى يدي لكل واحد 500 جنيه، لانه محتاج. آه. عايز يشتري اكل غير بتاع المستشفى، عايز دواء ناقص، عايز يبعت لاهله حاجه، كذا كذا. اديت له حريته. لا. طيب انا بقى اخدت الفلوس دي ورحت رايح شاري جهاز، واخد بالك، ان شاء الله مكان التصوير حتى لاداره المستشفى، لم تعد زكاه، ده بقت صدقه جاريه، وانا لم تبرأ ذمتي. احنا عندنا خلط كتير بين الزكاه والصدقه. دي مهم يا دكتور محمد، ارجوك يعني اطلق لساني قليلا في هذا الموضوع. حاضر. دلوقتي احنا عايزين نوعي الناس فقط لا غير. نعم. يا استاذ انت مدين، هل يكفي ان اعطي لدائنك كيلتين قمح؟ واقول لا يا عم دي من زكاتي خدهم وكده. لا، الراجل الدائن عايز فلوس اللي دفعها. أيوه. يبقى اديها له فلوس. هي الزكاه كذلك، الزكاه بتقول. طب انا هقول له ما يديه بفلوس برضه، ما هو ما عندوش. هو لما اشترى جهاز لم يعد للفقير وحده، للفقير وللغني، كما ان شراء جهاز في المستشفى مسؤوليه اداره المستشفى. انت عامل مستشفى ليه واخد ترخيص وبتاخد من الناس الليله 20,000 جنيه عشان تجهز المستشفى تجهيز امثل يصلح لان تكون مستشفى، انما انا ادي لك تبرعات وتاخد من الناس الليله 20,000 جنيه للمتوسط الحال، هنعملها مستشفى خيري. جميل. الله يكرمك. الله يكرمك. آه. طيب وماله، هل لا تجوز الصدقه للمستشفى الخيري؟ هل لا تجوز الصدقه؟ تجوز، لكن هنعتبرها من فلوس الزكاه. لا، مش هعتبرها من فلوس الزكاه. انا يجوز ولا لا يجوز؟ احافظ على المصارف الثمانيه اللي ربنا عمله عشان ابقى اديت الزكاه. طيب انا هقول ينفع يا دكتور محمد تصلي الظهر بغير كيفيه الصلاه؟ لا. انه كله صلاته سريه؟ لا. طب انا هعمل الاثنين جهري؟ لا، ما ينفعش. ما الزكاه لها ضوابط وقوانين، والقوانين دي شرعيه. صحيح في بعضها احكام اجتهاديه. نعم. يعني ليست كل احكام الزكاه قطعيه. طب عشان تناسب العصر. جميل. حتى يا دكتور، ومن فضل الله علينا عشان اخلي الناس المستمعين يحترموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، القران الكريم لم ينزل الا ب 1% من احكام الزكاه. معقول؟ وال 99% حتى الزكاه بينتها السنه. وال 99% بينتها السنه. لم نكن نعرف نصاب الحبوب ولا نصاب الذهب ولا كذا. الرسول قال لنا في كل 20 في كل 20 مثقال من الذهب ربع العشر، يعني 4.5 جرام. واخد بالك؟ وهكذا نمشي. 4.5 جرام في 20 مثقال ب 85 جرام اللي احنا بنطلع على اساسهم النهارده. هنا بقى حضرتك بس. ايوه، جميل قوي. هنا بقى مثلا في مؤسسه الزكاه او بيت الزكاه او بيت المال وات ايفر كان اسمه، يعني المسؤول او ولي الامر هيجمع الفلوس دي كلها، هتخش بيت المال صح؟ نعم. او نعم. بيت الزكاه. أيوة. هيعمل بها مشروع ضخم يعود على النفع بكل ابناء المجتمع. طيب. طيب. المستحقين للزكاه. طيب. هقول لك يجوز او لا يجوز؟ هقول لك على حاجه النهارده، وانا تجربه في هذا، لما بروح بحب احط جزء من زكاه مالي في مؤسسه الازهر. تمام. بقول للراجل في البنك اللي هو فاتح فيه حسابات لزكاه مؤسسه الازهر، بيسالني اول حاجه سؤال: زكاه ولا صدقه؟ ده الشيخ الازهر والله العظيم، هو الاعلانات بتطلع في رمضان جاي اهو ايا كان يا ناس. يقول لك ايه؟ اخرجوا زكاه اموالكم وصدقاتكم لمؤسسه الازهر.
الزكاة لها بند رقم حسابه كذا كذا كذا، والصدقة رقم حساب كذا كذا، اديت لي حرية في التصرف. اخد انا من الصدقة اشتري اجهزة للمستشفيات واعمل سبل سبيل مية وارصف طريق. حلو، يعني المفروض العامل في هذا المجال يحدد ده زكاة ده صدقة، مهم جدا، لازم بيت الزكاة. ما ينفعش اقول لهم هاتوا فلوس زكاتكم واعمل الزكاة لا ياخد صدقات. ما كنت اقول لو حضرتك لسه اخد فلوس زكاة اعمل بقى اللي انا عايزه، لازم اعمل له فرع لوحده الصدقة. ولذلك امال ايه، تعالى معايا هدي لك انا عشان دي اسمها ضوابط ومقاييس شرعيه لا يمكن تتخلى عنها. لما بتكون عايز تعمل هدي وانت في الحرم، ما عدناش نعرف زي زمان نجيب ذبيحه ونذبحها ونقعد ندور على الناس هتبوظ اللحم. فبتروح تشتري صك لان الهدي بمجرد ادائك لهذا الصك للشباك لقد خرج الهدي قبل ما يتذبح وقبل ما يجي العيد كمان. ما هو ده اداء، ده اسمه القبض الحكمي او الشيء التصرف قبل ان يحدث. نفس الامر موجود في الزكاه، في ضوابط وقوانين. الراجل بتاع الشباك في الصك ده بيسالك، هو انت بتدفع صكي ليه؟ اصل انا ما نمتش الثلاث ايام بتوع منى، اصل انا ما عملتش طواف الوداع، اصل انا ما رميتش الجمره الثالثه ووكلت واحد تاني مكاني. بيحدد له لان كل هادي له مستواه. جميل. او برضو الزكاة كده. طيب انا الصدقة رايحة اعمل فيها اللي انت عايزه، كلها صدقة. انت الا تعلم ان الصدقة يا دكتور محمد يعني كل المتبرعين ان تذهب الى غير المسلم الصدقة، غير المسلم الزكاة لا. الصدقة حضرتك قلت تبرعت تصدقت بنص مليون لفقراء حي الحسين، فروحنا على الحي الادارة المحلية للحي، راح عامل كشف قال احنا عارفين البيوت كلها اللي بندي لها معونات وكذا، ال 30 او 40 بيت دول خلاص اديلهم. طلع في بيت من البنوت واحد من اخواننا المسيحيين ياخد، لان مش الرسول صرح للسيده اسماء بنت ابي بكر ان تتصدق بمالها لامها المشركه قبل ان تذهب الى المدينه وتترك مكه. طيب ما كانتش زكاه؟ لا، ما هي الزكاه صدقه. بتقول اتصدق لا يجوز الزكاه على غير المسلم. طبعا شرط رئيسي ان اللي ياخد فقير ومسكين. يا باشا يا باشا خد بالك معايا، في حاجه في الديانه المسيحيه بيسموها العشور. هي تعادل عندنا الزكاه يعني. فالعشور دي بتخرج عندهم برضو للفقراء من المسيحيين وكذا وكذا. هم بيغطوا الاول احتياجات. انا بكلم حضرتك كدوله كتاسيس دولي بقى. في مؤسسه زكاه بتشرف عليها الدوله، هتاخد فلوس زكاه الدوله الفقراء من ضمن الفقراء الذين ترعاهم الدوله غير مسلمين. الاولويه الكامله للمسلم. يعني هتستثني غير المسلم؟ بس استنى تروح استنى. زكاه المال دي انت هتاخد تعمل بيها ايه؟ انا ايوه لا لا قدر الله. انا يعني ولو ان انا شخصيا مستعد لو فقير اخد زكاه مال، يعني مش عيب يعني. زكاه المال ده هياخدها الفقير يعمل بيها ايه؟ هيعيش بيها، ياكل يشرب يلبس كذا يجيب متطلبات الحياه، مسجد للصلاه. مش كده متطلبات يظهر الحياة. بمظهر طيب. نعم. طيب انا معلش مخالف للدين بتاعي واديتك زكاه. نعم. اردت ان تاخذه وتصدق به لضرع عبادتك. نعم. او تطبع مجموعه من الكتب السماويه الاخرى المخالفه لعقيدتنا. يبقى الشرع بيحميني. الشرع بيقول لي خليك في الحاجات العقديه لاصحاب عقيدتك. اما الصدقات والتطوعات ادي لكل الناس. ولذلك يجوز المسكات. هو المشكله في المسمى بس يا دكتور، يعني حضرتك انا مش شايف الفرق. هو في الاصطلاح دي زكاه، دي صدقه بس. زكاة مش اكتر يعني. تبرئ ذمتك امام الله من فرض مقرر، لو انكرته تبقى كافر، ولو اهملته يجب الضرب على يدك لاخراجه. الصدقه ليست كذلك. جميل. هل من حق مثلا الدوله ان تاخذ فلوس الزكاه تقيم بها مشروعات تنقذها من عثرات اقتصاديه خاصه بها؟ لا. ليه بقى؟ هقول لك كده. الدوله قلنا في مصارف تصلح لان تستخدمها الدوله وتستفيد. ونعددناها. انا شايف ان حضرتك بتحوط الزكاه كتير قوي يا دكتور يعني. ايوه، لانها حق للفقير والمسكين المحتاجين للدوام. ما هو النهارده الفقير قاعد يقول انا مش عارف اشتري الا رجلين الفراخ، لو انا بديله زكاه هيجيب فرخه. الله. ما بتديلوش زكاتك ليه؟ حقه. مستني لما تديله 10 جنيه وانت ماشي تقول صدقه الحمد لله. ما نقولش مثلا هنا مثلا ولي الامر يحدد، ولي الامر يحدد فقه الاولويات. ايوه مثلاً. الله يكرمك. فقه ماشي، يجيب علماء الدين وعلماء الاجتماع ويوسع في دوائر الزكاة. لو أخذ رئيس الدولة وهناخد فلوس الزكاة نعمل بيها مشاريع خاصة بالدولة برضه. لو أخذ رئيس يعني الدولة بأن تفسير مصدر في سبيل الله
يشمل كل ما يعود على المجتمع بالنفع، وده رأي كثير من المعاصرين الآن وبيقولوا برامج التلفزيون يبقى لا حرج فيه، واخد بالك؟ والله هو خد رأي صحيح لكن ليس هو الرأي الأمثل. ليه؟ أنا هذا رأي مرجوح بتعتقد. سألني غني وقال لي الآتي: يا فلان، قلت له انت بتطلع زكاة؟ بشجعه يعني. نعم. اذا كنت مش عارف ناس اقول لك. آه. قال لي زكاة؟ زكاة مين يا عم؟ الزكاة بتاعتكم دي لو طلعت هطلع 100,000 جنيه، انا بتصدق كل سنة ب2 مليون. قلت له بس انت ما طلعتش الزكاة كده. اه ليه بقى؟ قلت له انت بتنوي وانت بتطلع 2 مليون هما زكاة؟ قال لي لا، الزكاة هو الفلوس عبارة عن ايه يا جماعة؟ انت تملك مال، انت تملك مال بتخرجه للمحتاجين، هي دي الزكاة. قلت له لا، ده فقه جامد اسمه فقه الزكاة يا راجل. في زكاة المستغلات، زكاة الشقق، زكاة الأراضي اللي مستثمرة، زكاة الذهب الذي يزيد عن الحلي، زكاة الزروع اللي احنا عرفنا منهم 6 بس في أحاديث النبي، طلع النهاردة أن أنا ممكن أزكي على 1,000 سلعة طلع من الأرض، وده رأي الإمام أبو حنيفة، كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، ولذلك أوجب زكاة على الورود، الأزهار اللي بتتعمل للرياحين. لو أنت زارع 5 فلاذين فجل وجرجير وبعتهم وكسبت اسمه عروض تجارة، المكسب كام ورأس المال كام بلغ النصاب وحال الحلي طلع 2.5%. الناس متعرفش الكلام ده، الناس متعرفش الكلام ده. يقول لك أنا بزرع بتاع قول معايا كزبرة وبنشفها وبملاها أشولة وبصدرها للعالم بيجي لي ملايين. زكاة يا أستاذ، ما انت تحولت لعروض تجارة رأس مالك ومكسبك وطلع 2.5% عشان الفقير والمسكين. الناس تجهل كل هذه التفريعات، تجهل ان اللي عنده بهايم ما بيعلفهاش ويربيها وبيصرف عليها لعلي زكاة بس الماشية السائمة اللي بتاكل من الشعب في الجبال، انما اللي بتصرف عليها ما عليها الزكاة، فتتحول الى شريحة اخرى وهي زكاة عروض التجارة في بيع الماشية. البهيمة بتتباع ب70,000 جنيه النهاردة، لما يتاجر في 10 جاب النصاب من بدري يبقى رأس المال وما حصل عليه من ربح يحول عليه الحول ويخرج 2.5% زكاة. لازم الناس تعرف مصارف الزكاة وموارد الزكاة بدقة، وما يصلح أن يكون زكاة وما يصلح أن يكون صدقة. وللأسف الإعلام بيشارك بدور كبير جدا في تمييع هذه المسألة، فيأتي بعض العلماء أو بعض الدعاء أو الفنانين أو كذا يقولوا يا جماعة روحوا اعملوا كذا في الحتة الفلانية، زكاتك وصدقاتك تصلح لكذا. يا عمي لا، غلط. إن أنا كده هاخد كلامك ده وما طلعش زكاة، فتسيبني مديون لربنا ليه؟ قول لي صدقاتك، صدقاتك الجارية، نزورك، كفاراتك، خد بالك دياتك، ما حلو. هتفرق في المصطلح؟ لا مش في المصطلح، كل مصطلح له حقيقة وكن. أحسنت. يعني سؤال أخير، ما عقاب تارك الزكاة أو الذي لا يؤديها؟ إما أن يكون تاركها جحدا، وإما أن يكون تاركها إهمالا وكسلا. جحودا، جحد قال أنا ما اعترفش حاسبها الزكاة، ربنا ملوش حاجة عندي عشان يفرض عليا فلوس اللي تعبان فيها وعرقان أطلع زكاة. يقول له يا عم ما الفلوس بتاع ربنا. هذا حكمه إيه؟ ده جاحد خارج عن الإسلام، أنكر من الدين، بعيد عن حكاية الردة ونخش في مشاكلها. هو في حكم الشرع خرج عن الإسلام. طيب طريقة عقابه دي قصة تانية. من تركها إهمالا وكسلا، الكسول لازم لما يتوب ويوصل لمرحلة. وناس كتير جدا بيجي لك يا دكتور محمد يقول لك أنا بقالي 10 سنين ما طلعت الزكاة، ما كنتش اعرف ان في زكاة، فهو هيطلع بحسب له الفكره واخليه يطلع طبر ذمته. هل لولي الامر ان يقوم بسن قانون لمعاقبه مانع الزكاه الان في العصر الحديث وياخذ الزكاة بقوه؟ لا، هو زي ما هو بيقدر ياخد من الضريبه بنجاح والغرامات بنجاح والخدمات بنجاح ولا يمكن ان يفلت منها احد، يستطيع ان يجعل نظاما لا يفلت واحد من المجتمع من القادرين والذين تستحق عليهم الزكاة من أداء الزكاة. ده قادر جدا، ده في سيطرة للدولة، في حوكمة. هو بتحير لماذا هنالك إهمال في هذا الملف، ملف الحصول على الزكاة وجمع الزكاة؟ أيوة الله يخلي، ده سؤال يعني أحييك عليه. للأسف وقت الحلقة خلص يعني. معلش كلمة صغيرة، هو الحاصل أنه العلمانية أو التحرر من الأديان وقيود الأديان وأصحابها أصحاب الصوت العالي ويملكون الميكروفونات والأقلام لا يحبون إكراه الدين لهم أو تحكم الدين لهم في أمورهم، مع أنه عبادة وأركان. يقول لك سيبنا بحريتنا، معلش أنا عارف أن في سيبنا أطلعها بطريقتي. فهذا الخط تؤيده
السلطات في البلاد الفقيرة. وبالتالي ما تدخلش لنا حاجة مرجعيتها الدين، الناس هتتدين وتبقى حلوة وتقول يا رب وانا طلعت الزكاة كرمني وطهر لي مالي وعيالي ينجحوا ومراتي تولد من غير قيصرية. خد بالك، مش عايز انا حد يقول كده. نعم، المرجعية لا تكون للدين وانما تكون للنظم والقوانين. هو ده اللي مخلينا ليه الدول ما بتعملش كده، ومنها دول المفروض ان تكون المرجعيه للدين، ومنها دول كبيره جدا اقتصاديا وماليا ودينيا. نعم، لو صدق. سالت فيها نعم. بدون ذكر اسماء نعم. مفيش زكاه بتطلع. نعم. نعم. على تجد اذان مصريه. شكرا لسعادتك محمد الدكتور. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل اسال الدكتور محمد نجيب عوضين الامين العام الاسبق للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، الاستاذ بكليات الحقوق جامعه القاهره. شكرا لسعادتك. الله يبارك في حضرتك. وبعد تبقى كلمه، ان الله تبارك وتعالى جعل قوت الفقراء في فضل اموال الاغنياء. الله. فما جعل الفقراء الا بتخمه الاغنياء. بارك الله فيك. انظروا اين فقراءكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك.